يا هلا فيكم في ترند. بلغ هاشتاغ البحرين أولاً التوب ترند اليوم في تويتر بعد أن شمل سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى برعايته الكريمة هذا المهرجان السنوي في نسخته 12 للعام 2019، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجلالته أثناء المهرجان الذي خصص هذا العام للاحتفال بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي الحكومي في مملكة البحرين. غرد الإماراتيين في تويتر مستخدمين هاشتاغ خليفة بن زايد آل نهيان مجددين العهد والولاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن عاد المجلس الأعلى للاتحاد انتخابه رئيساً للدولة، وذلك لفترة ولاية رابعة تمتد لخمس سنوات. تعتزم شركة تويتر خلال الأيام المقبلة إطلاق ميزة جديدة باسم المواضيع توبكس، وتهدف هالميزة إلى مساعدة المستخدمين على عرض التغريدات اللي تختص في موضوع معين دون غيرها، كما أن الميزة سوف تسمح للمستخدمين بمتابعة أكثر من 300 موضوع. تشمل هالميزة مختلف المجالات بما في ذلك الرياضة والترفيه واللعب، وذلك بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة الحالية في متابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول رواد موقع تويتر ما قامت فيه إدارة شركة مايكروسوفت في اليابان، وهي تجربة فريدة من نوعها بحيث جربت 4 أيام عمل في الأسبوع فقط وإعطاء موظفيها 3 أيام راحة، وكانت النتيجة جدا مبهرة بحيث ارتفعت إنتاجية الموظفين إلى 40% وانخفاض مستوى القلق وزيادة نسبة السعادة بسبب قضائهم وقت أطول مع عائلاتهم. وفوق ذي كله وفرت الشركة مبلغ فاتورة الكهرباء في يوم الراحة الإضافي. وبكذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. مع السلامة.